know my dear students, English 1. In this video إن شاء الله هنعمل revision على الجرامر اللي كان عندي في كل اليونتس. هناخد يونت يونت ونعمل كل الريفيجن اللي فيها. هنبدأ إن شاء الله بيونت 1. بعد كده هنيجي إن شاء الله البيج 3 exercise 3. بيج 3 exercise 3 ده الجزء ده مكتوب عليه جرامر فوكس. زي ما قلت لكم هتلاقوا صفحات فيها مكتوب فيها الورد باور، دي الكلمات اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نحفظها كويس، وفي جزء تاني موجود في الجرامر اللي هو اكيد طبعا هيبقى فيه الجرامر. الجرامر عندي في اول حاجه في اليونت بيتكلم لي عن clauses with who that and when. طيب احنا واحده واحده كده هنتكلم عن ان في حاجه اسمها relative pronoun. pronouns اصلا يعني ضمائر. يعني ايه relative بقى؟ يعني انا بيكون عندي جملتين فيهم نفس السبجكت اوكي، او فيهم نفس الشخص او نفس الحاجه. instead of repetition بدل ما اقعد اكررها بجيب حاجه اسمها relative pronoun to join the two sentences عشان اربط الجملتين. لو بصيت في البيكتشر اللي قدامي دي مثلا هتلاقي موجود ايه. اول حاجه this is a boy، he is my friend. a boy هي هي he. طيب to avoid repetition عشان ما اكررش الكلام تاني قلت ايه this is a boy who is my friend، بقوا سنتنس واحدة. تاني this is a boy who is my friend، شلت الفول ستوب وبقوا سنتنس واحدة، بقت قدامي ايه سنتنس واحدة. طيب انا استخدمت هنا هو because I'm talking about the people عشان انا بتكلم عن اشخاص. طيب if I'm talking about something there is a park in New York it's Central Park. طيب انا في عندي هنا نفس الحاجة متكررة park. The park which is in New York is a central park. The park which is in New York central park. هنا جبت which عشان I'm talking about things. ده بقى بصراحة هي مريحة، ممكن تبقى with people ممكن تبقى with things. يعني ايه this is a man he lives across the street. تاني انا عندي he هي هي man to avoid repetition عشان امنع التكرار واربط الجملتين اخليهم واحده بس، هشيل الفول ستوب واحط واشيل هي برضو واحط هو اور ذات، هتبقى this is the man، شلت الفول ستوب وهي وحطيت that lives across the street، بشيل الفول ستوب بشوف ال المتكرر هو كمان واشيله واحط ال relative pronoun المناسب. طيب look at my car I put the car yesterday. car car يبقى هي هنا هنشيل car والفول ستوب ونكمل بقية السنتنس. Look at the car I put yesterday. Look at the car I put yesterday. في عندي كمان whom for object، في whose for حاجة بتملكها possession، where if I'm talking about place، when if I'm talking about time. زي مثلا example عندي لwhere this is the house I lived here when I was a child. This is the house where I lived when I was a child. عشان أنا هنا بتكلم عن مكان. I'll always remember the day we met that day. I'll always remember the day when we met. استخدمت when ليه؟ عشان أنا هنا بتكلم عن time. هنتكلم بالتفصيل في السلايدز اللي جاية عن الـ relative clause، تاني هنشرحها بتفصيل وبوضوح أكتر. تاني هناخد example تاني للي احنا كنا بنقول عليه. هنا بيقول لي ايه؟ we are waiting for Abu. we are waiting for Abu. Abu is from India. Abu is from India. ايه هنا اللي عندي متكرر؟ Abu وAbu. يعني هو ده name، ده اسم عامة Abu. لو احنا اعتبرنا ان هي احمد مثلا، we are waiting for احمد. احمد is from India. اللي متكرر عندي هنا؟ yes هي Abu، هتلاقيها موجودة هنا وهتلاقيها موجودة هنا. طيب اتعلمنا بقى في الحالة دي نعمل ايه؟ فكر كده ممكن نعملها ازاي؟
أيوة برافو عليك. We are waiting for Abu who is from India. We are waiting for Abu who is from India. بدل ما أقول أبو مرتين عملتها بنفس الشكل، بسيطة جدا وما فيهاش أي حاجة. هنا بقى بيقول لي إن إحنا the two sentence can be linked into one، ده اللي إحنا قلنا عليه، بدل ما بقى عندي جملتين خليناهم جملة واحدة. We are waiting for Apple who is from India، but we are waiting from Apple who is from India. We use a relative pronoun to substitute the common item and join the two sentences. يعني بنستخدم ال relative pronoun اللي إحنا قلنا عليه اللي هو who, which, that، كل الحاجات دي عشان نربط بين الجملتين. زي ما عملنا كده هنلاقي عندي مقسم لي كده اللي بالأورنج مكتوب عليه the main clause يعني الجملة الأساسية، والتانية اسمها subordinate clause يعني الجملة التابعة عليها. الفرق بينهم المين أو الindependent clause اللي هي الأولانية. أوكي if we remove the subordinate clause from the sentence its meaning still complete. يعني أنا لو قلت we are waiting for Apple's cat أنا صح، أنا ما فيش أي مشكلة. طب ينفع أقول who is from India؟ ما ينفعش. فالجملة التانية اللي هي subordinate okay its meaning is incomplete if we remove the main clause. يعني أنا ما أقدرش أستغنى عن المين كلوز الجملة الأساسية، لكن أقدر أستغنى عن subordinate اللي هي الجملة التانية. تاني لو أنا قلت we are waiting for Apple إحنا مستنين واحد اسمه Apple، صح sentence صح ما فيهاش أي مشكلة خالص. طيب لو أنا قلت كده Who is from India؟ مش question Who is from India؟ هو مين أصلا اللي من الإنديا؟ مين اللي من الهند؟ أنا مفيش أي معنى It's meaningless. يبقى الجملة الأساسية بتاعتي اللي هي المين كلوز وفي عندي حاجة اسمها subordinate. المين كلوز لو أنا شلت السبوردنيت الجملة هتمشي عادي، لكن لو شلت المين كلوز It will have no meaning. تاني هنا بيقول لي ايه هي اللينكينج ووردز اللي انا بستخدمها بيفكرني، زي ما قلنا هو ذات ورمز لها باشخاص يعني بيرسون، ويتش وذات مع الثينكس، وهو ذا هي البوسيشن. اوكي احنا اللي يهمني في الجزء ده هو وذات وويتش، وكمان هنستخدم وين بس هوريكم بنستخدمها ازاي. معايا بقى في الكتاب هناخد الجزء ده من الكتاب كده موجود عندي بيج 3 اكسرسايز 3. يلا كتاب في ايدك. ايوه كاتب لي فوق مجموعة من السنتنسز وبعدين طلب مني من LF أحلها. أول سنتنس عندي بعد ما تلاقي جدول اللي هو متظلل كده شيدد، هتلاقي بعد كده من LF في عندي مجموعة من الجمل هنحاول نحلها دلوقتي مع بعض. أول حاجة بيقول لي I like it when someone وسايبها لي open. I like it when someone I like it when someone. زي ما كنت دايما بقول لكم في المحاضرات لما بيجي عندي sentence واحس ان انا مخي وقف احاول ابسط الكلام خالص او افكر بطريقه بسيطه جدا. I like it when someone ايه؟ ابسط حاجه ممكن اعملها اقول I like it when someone ايوه بيعمل ايه؟ gives me a present بيديني هديه. says hi to me لما يقول لي هاي بيحييني. اوكي when someone comes on time comes on time يجي في وقته. I don't like the person who أول ما لقى I don't like a person who person طبعا لازم ياخد is أحط أي adjective زي إيه مثلا I don't like a person who is always moody. I don't like the person okay أو I don't like a person who is always sad أو who is sad. خلاص مفيش مشكلة هنا هفكر إن أنا أجيب adjective. عندي قدرة ان انا اجيب sentence تانية اطول مفيش مشكلة. I don't like a person who is smoking on my face اللي على طول بيدخن والدخان بتاع السجاير بيطلع في وشي، لكن لو انا مش عارف هجيب adjective واحدة. I like people who اول ما هلاقي who و people عشان people جمع هحط are. I like people who are funny who are easy going who are sociable. اي adjective من عندي ممكن اكتبها. بيقول لي I can't stand it when
ده expression بيتقال في الإنجليش معناها إن أنت تكون مخنوق من حاجة مش قادر تستحملها. I can't stand it when. إيه أكتر حاجة بتضايقك؟ ممكن نقول إيه؟ I can't stand it when someone comes late. لما حد يتأخر. When someone talks on phone in public. يبقى ماسك الموبايل وبيتكلم in public وعرفنا قصة حياته كلها. I can't stand it when I get low marks in exams. لما بجيب درجات مش كويسة في الامتحان. It bothers me. اللي بعديها في الكتابة تلاقي it bothers me. يعني ده بيضايقني. برضو هتقول حاجة ما بتحبهاش. بس هنا it bothers me when someone. وهتقول موقف مثلا بيضايقك من شخص معين لما بيحصل. آخر جملة اللي هي F بيقولي my best friend is someone who. My best friend is someone who. Who is noisy. عادي. Is someone who is emotional. Is someone who I can find anytime. اللي بلاقيه في أي وقت. Okay. ممكن تعبر بكذا حاجة. ده الجزء ده كان موجود عندي في exercise 3. تمام. في page 3. كده احنا خدنا أول جزء من اليونت. خدنا الـ word power الـ adjectives. وخدنا الـ grammar focus اللي فيها. لو فتحت الكتابة تلاقي فيه exercise 5 بيقول لك it takes all kinds. بيقول لك قول لي ثلاث صفات في الروميت والفريند والباص اللي احنا قلناها قبل كده. ده ممكن حاجة ان انت برضو تشوفها. وكمان هتلاقي عندك في بيج 4 exercise 6 do you have a type A or B or personality. ده كده زي تيست يشوف انت شخصية type A or type B. هتدي لنفسك في كل حاجة yes أو no. تشوف إجابة السؤال دي yes ولا no. بعد كده في الآخر هتقيم نفسك أنت type A or type B. كده يبقى احنا خلصنا the first part of unit 1. Thank you. هنتكلم إن شاء الله في اليونت دي برضو في الجزء بتاع الجرامر اللي هو موجود عندي في page 10 exercise 6 عن الباست سيمبل. الباست سيمبل هنتكلم عن المينينج معناه وامتى بستخدمه وازاي استخدمه او ازاي اكونه وهندي اكسرسايزز على الكلام ده. اول حاجه بتكلم عليها مينينج اند يوسج المعنى والاستخدام. لازم اعرف التنس اللي انا بتكلم فيه ايه المعنى بتاعه وامتى بستخدمه. When do we use the simple past tense؟ امتى بستخدمه؟ We use the simple past to express the idea that an action started and finished at specific time in the past. حاجة حصلت في الماضي وخلصت. بحط خط مليون خط تحت كلمة خلصت ان الحدث ده انتهى ملوش اي اثر في الحاضر لان ده بيميز من tense لtense. تاني We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. What are some common time expressions used with the past tense? في بعض الكلمات keywords لما بلاقيها بعرف ان ده past simple. زي مثلا yesterday, last year, ago, last month زي ما هو موجود قدامي كده in 1980. Okay. طبعا هي مش لازم تبقى last year ممكن تبقى last night, last month, yesterday, ago. اوكي كل دي بسميها keywords او كلمات بتعرفني ان السنتنس اللي قدامي دي في الباست سيمبل او حدث حصل في الماضي وانتهى تماما. ممكن اشوف example على الكلام ده. I saw Maria yesterday. شفت ماريا yesterday. عندي yesterday اهي عشان كده حطيت سو في الباست. Last Friday the students took their spelling and vocabulary tests. Took و last Friday. They got married 2 years ago. عندي ago و got جبتها في الباست. بيقول لي these actions are over finished. خلاص الأحداث اللي قدامك دي انتهت تماما ليس لها آثار حاليا.
احنا خلاص فهمنا المعنى امتى بستخدمه. طب دلوقتي انا عايزة اعرف ازاي اعمل الباست سيمبل. اول حاجة بيقول لي ان انا عندي نوعين من الفيربس، regular و irregular. regular و irregular. regular يعني افعال منتظمة. يعني ايه برضو منتظمة؟ يعني بعرف اتصرف معاها، بحط لها اي دي، اي اي دي، دي. لكن الirregular اللي ملهاش حل غير انها تتحفظ، ما بقدرش اخمن الباست بتاعي. مديني example: taught irregular، walked regular، موجود عندي studied regular، gave irregular، became irregular، cried اللي هو اصله cry regular، left irregular، did irregular. Look at the following list of past tense verbs. Which verbs are regular and irregular? تاني، في حاجة اسمها regular verb اللي هو بحط له d او ed او ied، وهنقول ده بالتفصيل. وفي irregular اللي هو بحفظ الباست بتاعه على طول، يعني انا مش بقدر اخمنه، لا ده بيتحفظ. الجزء اللي قدامي ده regular، دول regular. زي مثلا عندي كلمة walk، الباست بتاع بقى walked، I add ed، بس كل اللي انا عملته ان انا ضفت ed. طيب study، لو بصيت في study على اخر حرف فيها اللي هو الواي، before the y we have a consonant، في حرف ساكن اللي هو d، عشان كده I change y into i e d. نفس الحكاية مع cry، cry cancel y and change into i e d، studied and cried. طيب love، كان بحط بس اللي بضيفه ان انا I add دي، لان انا already عندي الاي فبضيف دي. كل الverbs دي برضو تاني بكرر انها regular، انها regular، يعني انا بحط اي دي او اي اي دي، لكن مش زي الirregular اللي هي ملهاش حل غير انها تتحفظ. لا، دول ان انا المفروض ان انا ببقى عارفة الرول، وان انا اضيف امتى اي دي او اي اي دي او دي فقط. جايب لي دلوقتي these are a list of irregular، دلوقتي مجموعة من الirregular. مين بقى الirregular دول؟ قلنا اللي هم الverbs اللي انا ما بخمنش الباست بتاعهم، هم بيتحفظوا كده. verbs are verbs that don't end with ed، ما بينتهوش ب ed خالص. some irregular verbs have a vowel change in the past tense، مثلا become بقت became، give gave، drive drove، forget forgot. become became give gave drive drove forget and forgot، دول بسميهم ال regular verbs. I should memorize them very well. اوكي، وادي برضو كمان عندي مجموعة تانية. Other regular verbs have different kinds of change، يعني بتلاقيه تحول خالص، زي teach بقت taught، bring بقت brought، leave بقت left، hear heard، buy and bought. في example: Celia bought a new computer last weekend. شفت الverb تحول تماما ازاي؟ teach بقت taught، bring بقت brought، leave left، hear heard. برضو بكرر تاني ان انت الاكتر، ان الاحسن ان انت طبعا تكون حافظ الverbs الirregular دي. في حاجة اسمها النيجاتيف، يعني لما احب اقول الحاجة دي ما حصلتش بعمل ايه؟ بحط did not or didn't plus verb في البيس فورم. يعني ايه الverb في البيس فورم؟ الverb في الاصل بتاعه خالص. يعني نبص للسنتنس دي: I went to work yesterday. أصل went ده كان إيه؟ كان go، فأنا هقول I وأحط didn't أو did not the same. أيوة، go to work yesterday. أنا هنا ما قلتش I didn't went، مفيش حاجة اسمها كده، اسمها I didn't go، I didn't visit، I didn't play. برجع الverb تاني لأصله بعد didn't.
ممكن استخدم did not او didn't. طيب انا دلوقتي عندي كمان في verb to be في الباست اللي هو was or were. The verb be is special. Never use didn't or did not with the verb to be. ما ينفعش طبعا احط مع verb to be didn't. لا، بحط was not or weren't او were not. تاني، I was happy yesterday. I was not happy yesterday. ما بجيبش didn't خالص، هي was not or were not. ده طبعا بالنسبة ل verb to be في الباست was or were. وانتوا اكيد عارفين ان I بتبقى مع was، he or she or it was، وباقي ال pronouns بتبقى مع were. هنا بقى دي exercises عشان نشوف ازاي ممكن نعمل ال simple past. Put the verbs between brackets اللي بين القوسين دي عايزين نحولها لل simple past. Last year، as long as انا شفت كلمة last year فانا كده بتكلم فين؟ بتكلم في الباست. I spent my holiday in Ireland. It verb to be هنا عايزة احوله في الباست، هيبقى it was great. I travel احولها في الباست تبقى I traveled around the city by car with two friends and we visited lots of interesting places. In the evenings we usually went to a cafe. Went, go but went. We were very lucky with the weather. Were verb to be مع we في الباست هيبقى were هي without h اللي هي were في verb to be في الباست. It not rain. هنا هعمل النيجاتيف. It did not rain. It did not rain a lot. We الباست بتاع CA. Yes, so we saw some beautiful rainbows. We saw some beautiful rainbows. I have هتبقى I had an amazing holiday. I had an amazing holiday. Okay. أنا اتعلمت خلاص، اتعلمت إزاي أعمل sentence في الباست وإزاي أنفيها أحولها نيجاتيف أخلي السنتنس دي نيجاتيف. طب دلوقتي إزاي كمان أتعلم أعمل yes or no question؟ في عندي نوعين من الأسئلة، نوع اسمه WH question ونوع اسمه yes no question. WH يعني what, where, when, how, why، عشان كده سميته WH لأن كل ال question words بتبدأ ب WH. في حالة ال WH question أنا بسأل على معلومة معينة، يعني where are you from؟ أنت منين؟ when will you come tomorrow؟ هتيجي إمتى؟ أنا بسأل هنا عن time. Okay, how old are you؟ عندك كم سنة؟ ده بالنسبة ل WH I'm looking for a certain information، بدور على معلومة معينة. لكن عندي نوع تاني لطيف اسمه yes no question. yes no question ده أنا مش طالبة منك غير حاجتين، يا yes يا no، مش عايزة أكتر من كده. زي مثلا did you go to work yesterday؟ رحت امبارح الشغل؟ yes I went أو no I didn't. بيتعمل بقى ازاي ال yes no question ده؟ بحط did plus the subject plus the base form. ادي عندي did والsubject اللي هو you ورجعت وانت تاني تبقى go. did you go to work yesterday؟ did you come yesterday؟ بجاوب عليهم ازاي؟ حاجة من الاتنين، يقول yes I did أو yes I went to work yesterday أو no I didn't أو no I didn't go to work yesterday. أنا بس كل اللي عايزة أجاوب ب yes or no، مش عايزة شغلك فين ولا رحت الساعة كام ولا عملت إيه، أنت بس كل المطلوب منك تقول لي yes or no. لو بصيت معايا في الكتاب، أوكي page 6 exercise 10 Okay. وإكسرسايز 10 في page 6 هتلاقي مكتوب إيه؟
when you were a child وجايب لي كده نقط المفروض ان انا اعمل ايه when you were a child وتكمل اي sentence في الباست. اوكي مثلا when you were a child when while you were in primary school. اوكي when you were in a high school when you were in a college وهتكمل. بعد كده في اسئلة قدامي اهي who was your best friend هرد اقول مثلا my best friend in primary school was هبه. Who was your favorite sport? What was your favorite sport? My favorite sport was swimming. My favorite sport was swimming. Who was your favorite teacher? Who was your favorite teacher? My favorite teacher was وأقول مثلا أي اسم. My favorite teacher was Mrs. Samira, for example. Who was your best subject? What was your best subject? My best subject was English. دي كده WH question. الناحية التانية Yes, no question. Did you study English? قلنا إيه؟ Yes or no. Yes or no. Did you study English? Yes, I did. Or no, I didn't. Did you use to cut classes? كنت يعني على طول كده بتزوم الحصص؟ Yes or no. Do you have a girlfriend or a boyfriend? Did you have a part-time job? كل الأسئلة دي هنجاوب عليها بيس or no. طبعا according to your own experience أو your own information دي الأسئلة دي بتبقى عندك أنت دي معلومات شخصية عنك أنت.